بس انتم ما شاء الله بالامارات اليوم عم تفتحوا ايضا الابواب والاقامات الدائمه، وحتى يعني صار كثير فنانين عايشين هون عندكم، وانت بعتقد من اللجنه اللي بترشح هذه الاسماء، صح؟ انا طبعا مع اللجنه اتعاون وياها، وكثر الله خيرهم انه طلبوني كفنان اني انا اتعاون وياهم، وهذا الشيء بالعكس يعني احنا انا وغيري من الفنانين حاول قدر المستطاع ان اكبر عدد من الفنانين وبالذات العرب يحصلون على هذه المنحه، لان هذه منحه صراحة فيها كثير من التيسيرات، يعني أن تيسر أمور كثيرة صحيح. بالنسبة للفنانين وعلى الأقل يعيشون في أمن وأمان. 10 سنين بيضلوا ما في 6 شهور ولا مو 6 شهور؟ والله أنا سألت عن هذا الموضوع بكرم وقالوا لي بالفعل هي خاصية هذه الإقامة أنها غير ملزمة بالرجوع إلى الإمارات خلال 6 شهور، نعم. مفتوحة، وهذا طبعا أيضا من الخواص الموجودة في الإقامة الذهبية. اللي ملاحظينه مؤخرا مثل هيئة دبي للثقافة اليوم آيكوم راح يصير مهرجان المتاحف الشيء عالمي، كأنه عم نحس أنه دبي أو الإمارات صارت عم تكون مركز للثقافة، مركز للفنون، مركز للتراث، مركز في شيء جديد عم بيصير. عم الأول ما كان في كذا ممثل إماراتي، اليوم صار في حركة سينمائية، حركة مسرحية، شو اللي عم بيصير؟ يعني شوف أنا أتصور بوجود سمو الشيخة يعني قادرة كرئيسة الشيخة لطيفة، الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد الله يحفظها، قادرة أن تدعم هذا التوجه، التوجه اللي موجود في دبي. الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه دائما يعني ينظر إلى المراكز الأولى المتقدمة، فاليوم بوجود سمو الشيخة والإدارة الموجودة اليوم مدير عام الهيئة والمدراء التنفيذيين، أنا أتصور أن قادرين يعني يتجهون إلى تعزيز دور الثقافة والفنون على الأقل في إمارة دبي، لأن بصراحة يعني المنجز قاعد يتحقق. ومثل ما تفضلت تم اختيار دبي ك يعني مثل عاصمة للمتاحف، ورح يقام أكبر يعني مثل ما سمعنا أكبر يعني تجمع للمتاحف على مستوى العالم في دبي إن شاء الله، أتصور في 25. على هاللحية البيضة لازم تكون موجودة هناك. ترى أنا أكبر منه بثلاث شهور. أنا وأنت بنكون في المتحف أكيد على هاللحية البيضة. أنا لسه شباب وأنت لسه ختيرت شوي. إي الله هذه الدنيا. بجنبها في ميكروفون. انت ما تغني اكيد يعني؟ لا انا ما اغني. لو شو تحب تسمع منها؟ منها اني لي انا اغنيه الحين، انا هالكلام اللي قالته الشعر اللي قالته فيه على الاقل تغني لي اغنيه. غني له يلا. واسمي يشجع ترى يعني موجود اسمي في كل اغنيه. ما في غنيه ما فيها حب، ما فيها حبيب، ما فيها حب، ما فيها نعم. بس اكيد قبل ما اغني بحب بارك لدبي وللامارات شعبا وحكومه بالاكسبو والافتتاح العظيم اللي شفناه، وفرحانة كتير إنه في جناح سوري وناوي فعلا من قلبي إني زوره بأقرب فرصة إذا أتيح لي الوقت. مبروك يعني. ودبي تستطيع. ومن أهم الأجنحة على فكرة الجناح السوري جميل. أنا إلي فيه مساهمة موجودة حطوا الأمور الصور أي. يلا يا حلوة يس. شو بدنا نغني لك؟ ما أدري غني لي أي شيء يعني أنا أستاهل. يلا لازم نشغل الدكتور حبيب أي. كوميدي يلا لازم نعمل شيء كوميدي. حاضرين.